هذه ليست غزة ولا الضفة الغربية، إنها العاصمة الجزائرية. طوفان بشري امتلأت به الشوارع فتلونت بالأبيض والأخضر والأحمر والأسود، تلحمت الرايات ومعها القلوب فصاحت الحناجر. اليوم جينا لهذه الوقفة التضامنية باش نسمعوا صوتنا للعالم كامل باش يوقفوا هذا المجازر اللي راهي صارية ويوقفوا الإبادة، باسكو هذه ما ولاتش حرب، راهي إبادة جماعية. الأطفال والنساء هما اللي راهم يتقاسوا. لا للتقتيل ولا للتهجير ولا للتدمير، بل لا للتقصير. إنها قضيتنا ويجب أن تنتهي جرائم المحتل الصهيوني. نداءات للشعوب والقادة علها تحرك الضمير. ربي ينصرهم يا رب، ان شاء الله ربي ينصرهم عن قريب. مهما مارس الصهيون عداوته ضد القضيه الفلسطينيه لا محاله من الاستقلال، لان طائره العدو تطير تحت السماء ونحن معنا من فوق السماء وملك العرش. الجزائر التي كانت ولا زالت وستظل على العهد ترفض حكومه وشعبا كل شكل من اشكال التهاون والتساهل، وفي مقدمتها التطبيع. هذه الوقفة اليوم تساند أولا الموقف تاع الدولة الجزائرية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى، وثانيا تساند المواقف تاع كل أطياف المجتمع الجزائري. رسائل كثيرة حملتها المسيرات التي جابت مختلف مناطق الوطن، مفادها أن العدو وإن حظي بمباركة دولية فإن غزته ستنتصر. الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيع.